ثواني ها كما مره من الثالث ها واحد اثنين ثلاثه اربعه سته سبعه ثمانيه تسعه. لو علقت في كمان اسمها تايم، تعطيه تايم تعطي الكوماند وبقول لك قديش انت ونزلت تحت، بدل ما تقعد تعد 20 بروبلي 25 30 سنة وانا بلعب دايكتات ارجو كلها سيريز اوف انتربس 30 ربما 30 ثانية اوكي 30 ثانية مش كثير يعني بسرعة اعملها للبروسيسنج اوكي هسه انا بروح للدوكيمنت هاي بقول لي انه الفايل تغير كان صار لي نوزي فايت واضح هذه اساسيات ربما مش اساسيات ربما العلاقه بداتا جاي من كل شيب على هذا اذا بهمكم اذا تشوفوا ويفر كيف بكون منظرها كيف بكون في عليها الدايس اذا بتشاهد احنا عملنا لقاء صح بجيب لكم اياها معي عشان تشوفوا وتدرس طيب يا شباب سو فار كيف حسيت الوضع؟ لاحظوا هلا طلع عقيم هلا انا عم بورجيكم الابداع وكل رح اقدم اياه في شيء خاف عنكم كل السكريبتات اللي عندي بس طبعا نحن ممنوع ان نعطيكم الداتا لانه الداتا هذه للكستمرز انا رح العب بالفايل عشان اغير الداتا ومحتواها اوكي بس افضل انه ليس بالفايل شغال رح اعطيكم اياه اوكي بعطيكم السكريبت تبعي اعمل رقم في البدايه جاست كمان في ترانس على تويتر السيف سايت بضل هلا تعرف للويكس اوف والمره الجايه بتقولي اورجيكم كيف الساكس ترى ليفنت وصون وراح ننزل منها للدوم اكتبوا فكامل بالدوم وكيف الدوم لحظه حلو بس اخر شيء بعدين تروحوا الدوم بعمل باس الاكسل فايل بطلع تكست وباخذ تكست فايل بعمل لك اكسل رهيب بعمل يعني بوث ويز الساكس وان واي هذا بوث ويز طيب نراها في الفصل القادم ببعث لكم اللي عندي هلا اللي ضايقني على سكايب ريسلي اللي بده شغلتني خلال العيد راح اكون اونلاين سو اف يو نيد مي جاست سكايب مي اذا عندك مشكله كبيره وان تو وان بنقدر نحلها اذا لقيت نفس المشكله عم تتكرر بروبلي احنا وان تو وان صعبه يمكن خليها لحظه شوي اوكي يلا كل عام وانتم بخير